بحبها قوي. يا لولا اي لعبي ياسر باشا، انا تحت امرك طبعا في اللي تطلبه، بس افهم ليه؟ وبعدين عمر النشرتي، عمر النشرتي رجل اعمال وطني ومحترم جدا وملفه عندنا ابيض. سيادتك بس طلع لي ملفه وانا احكي لك الحكايه من اولها. خد عندك اسم الواد ده، صابر سيد الطماني، عايز ملفه برضه. ايه يا عمر، بيه الاسعار انتوا بتبيعوا بيها دي يا راجل؟ يا اسعار مش منطقيه بالمره. ايه انتوا بتلاقوا فلوس في الارض ولا ايه يا راجل؟ مش كده جرايه منصور بيه؟ هو في حد بيلاقي الفلوس الايام دي في الارض؟ وبعدين ما انت كنت امبراطور العقارات في مصر وعارف كويس قوي ان الاسعار اللي احنا بنبيع بيها دي بنكسب بيها ومية في المية كمان. دي نعمة يا راجل. بقى بعد ما كنا بنكسب 200 و300 في المية، دلوقتي عاوز نكسب 100%؟ طب نجيب مرتبات الموظفين منين؟ والله منصور بيه انا بحمد ربنا ببوس ايدي وشي وضهر راضي بالمكسب ده. احنا مبيعاتنا تقريبا شبه متوقف، وكل ده لصالح شركاتك. اللي بتعمله ده اسمه ضرب تحت الحزام. منصور انا ماليش في الحزام، انت شايف. بص يا منصور، انا مش عايزك تنسى لما كنت بتلبس الكاوتش الابيض بتاع بقى ابو 2 جنيه، لما كان يصفر منك كنت بتعلم على بيت تباشير الابيض عشان يرجع جديد اتقل في الناس. اللي بتعمله ده خطر، اسمه خراب بيوت، ومن خاف سلم. الخوف ما بتسهس بيطرد، وانا طردته من زمان. نورني في البيت يا الله. تشرب حاجه؟ ايه كنت سايب مراتي مع اخواتها البنات؟ بطل يا قاتل، ملهاش غير منصور الكلب. انا كل اللي قدرت اعمله اني خدت رقم العربيه. انا كلمت رجالتنا في الداخليه بس الارقام طلعت مضروبه. الو الو ليلى، ما تخافش مراتك في الحفظ والصون، احنا برضه ولاد بلد ما بنمدش ايدينا على حريق. مين معايا؟ معقول نسيت صوتي؟ يا صابر شفت بقى الصغير مسيره يكبر سروج. ما كنتش احب اقول لك حمد لله على السلامه بالطريقه دي، بس انت مالكش امان. عايز يا سروجي؟ عايز حقي. غبي 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 بجد. حقك يا سروجي، التليفون صغير منك كان حقك هيجيلك لغايه عندك. حقك ده ايه؟ ده نقطه فحر. انت بتكلم عمر النشارتي؟ أنا حقي كل اللي معاك يا نشرتي. ده يبقى عندي حلم أحلم بيه أحسن من كابوس أخاف منه. أنت كابوس. أنت كده فوتت النازلة. أنا فكرت في كلامك يا سروج دقيقة واحدة، أبيدك زي طفيف السجاير. أنت عارف تمنها كام إنك توقفني قدام مراتي وهي مربوطة؟ أنا هزعلك وهزعل وهجيب ناس تزعل. أنت مش هتخرج من هنا على رجليك إلا بعد ما أخد حقي. ميزتك يا سروجي إن أنت بتصدق اللي بتقوله، ودي ميزة مهمة جدا. حاول تحافظ عليها. Thank you.
اللي شال الهم من صغره ياسر بيه يشيل اي حاجه. صابر علي الطماني الشهير بصابر جوجل، نصاب محترف، سرق تراث بلده وهرب وباعه بره. عض الايد اللي اتمدت له وشالت عنه بلاوي كتيره، ودلوقتي بقى راجع ايه لابس ثوب رجال العمل الوطنيين اللي بيضحوا بثروتهم ونفسهم عشان خاطر البلد. صح يا صابر؟ عاش عاش يا بطل. تدخين في الجيم؟ تعمل ايه بقى؟ الجيم والاوتيل والمطعم ملك، والملك بيقوي القلب. تعال اسر بيه، تعال نشرب فنجان قهوه، هغيره لمن خريب. هو ننسى ان انت كنت سلمه للخير اللي انا فيه دلوقتي، وانا ما انساش جميل حد عليا ابدا. ها تاخد حقك بقى سيوله ولا ماشي؟ لا، حق البلد الاول. ما تشغلش انت بالك بحق البلد، في غيري نهب البلد وسافر وما رجعش. على الاقل انا لما سافرت كنت سايب طيارتي دايره عشان عارف اني راجع تاني، وكنت متاكد ان انا وانت هنقعد القعده دي. وحشتني. المنطق ده انت اخترعته عشان تخلص من عقده الذنب. ذنب؟ لا سيبك انت من عقده الذنب دي، خليها على جنب. مات. بس انا مش حسيبك. مالكش حاجه عند الحرامي بشيلته يا باشا. معقوله؟ هو انت لسه ما ذاكرتش قانون؟ ده كلام. المفروض ان القانون يحمي البلد من اللي زيك. انا بقى عندي بلد جوه البلد تحميني من القانون بتاعك. ما ينفعش يكون بلد جوه البلد، هي بلد واحده بس يا صابر. انا اسف هحرجك. انت مين عشان تقول ينفع او ما ينفعش؟ انت حاجه صغيره قوي كده، ترس في مكنه كبيره. فلسفه فارغه؟ لا دي مش فلسفه، دي محس حسابات ماني. انا ما اعرفش غير قانون. قانوني غير قانونك، قانوني بيبني وقانونك بيهد. وبعدين كان فين قانونك 7000 سنه والبلد بتتسرق؟ بقانونك واللي فيها لا طايرين لا ابيض ولا اسود، انا على الاقل رجعت بدي الناس حقوقهم وبعرفهم ان ليهم حقوق، فبالتالي عليهم واجبات. ياسر بيه اعقل الكلام اللي بتقوله الاول. يا حبيبي ده على اساس انك بتحب البلد؟ بطل شغل التعبين بتاعك ده بقى. انا فعلا تعبان، عرفت ازاي؟ بس سمي مش في لساني، لا سمي في دماغي. ويوم ما فكرت تشتريه لدغك. اما بقى حبي للبلد اكيد بحبها اكتر منك، لان انت بتحبها على الورق بس، لكن انا بحبها عملي. نرجع لمرجوعنا، تاخد حقك سيوله ولا ماشي؟ لا انا هعرف اخده ازاي. انا قلت كده برضه. عايز اقول لك نصيحه يا سربيه، الحياه علمتني ان الدنيا دي عامله زي المطار، كل واحد فينا ليه رحلته، فخليك في رحلتك احسن. رحلتنا واحده. طب خلاص ما تقعدش جنبي بقى عشان انا بقى اشعر. يا سرباشا اوعى تفتكر ان انت الافضل، لا احنا الاثنين مالناش صحاب. انت مالكش عزيز وانا ملقتش عزيز. وبعدين انا اكتر حاجه تضايقني في الدنيا دي لما اكلم حد ويسيبني ويمشي، لان ده لا في البروتوكول ولا في الشياكه، وبيزعلني قوي قوي. عايزك بقى توسع صدرك الفتره اللي جايه، هتستحمل مني كتير يا صابر، وخلي بالك من نفسك. طب ممكن تتفضلوا بعد اذنك يا منصور. تفضل. اهلا اهلا. وانا
قولي المكتب نور كده ليه؟ حياتي كيفك؟ زيك. شقت لي؟ أنا برتاح جدا وأنا بتكلم معاك. هجيلك في أقرب وقت. أوكي. تمام. ماشي باي. حبيبي كان بيتكلم مع مين؟ دي شيماء كانت بتطمن عليا. ما تكلمناش من ساعة اللي حصل. هي كويسة؟ كويسة. أنا قررت أسافر. نعم يعني؟ أنا قررت أسافر أوروبا طالما أنا مش عايشة بأمان هنا وأنت مش فاضيلي. بس الكلام ده لما تكوني عايشة مع هبة مش عايشة مع راجل. وانت بتسمي دي عايشة؟ ده احنا بنتقابل بالصدفة يا راجل. وانت ايه بقى اللي مش عاجبك في العيشة؟ مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ فلوس، عربيات، وقصور. انا لا عايزة فلوس ولا عربيات ولا قصور. وده معناه ايه بقى؟ معناه ان انا خلاص خدت القرار وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا انت هتنام على الجنب اللي يريحني انا بس. علاقتك فوق. مرحلة ايه؟ بقول سعادتك نصاب. نصاب من وجهة نظرك انت، لكن من وجهة نظر الناس ده رجل أعمال وطني وشريف. لو طلعنا بكرة وقلنا إن الرجل ده نصاب الناس هتصدقنا؟ هيعتبروها حملة تشويه وشعبيته هتكبر. ده غير ثقة الناس فينا اللي احنا بنحاول نرجعها تاني. بتهيألي سعادتك ثقة الناس دي ممكن نكسبها لما نقدم الفاسدين وأصحاب المصالح للعدالة. الإصابة بسيطة خالص وهيخرج كمان يومين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. من فضلك بس 5 دقايق يا متكتر. دقيقة. فضل. ياسو ألف سلام عليك حبيبي. قلقتني ياسو. معقولة صدرك ورجليك؟ أنا آسف. سلامتك حبيبي. جاي تطمن عليا ولا تطمن على نفسك؟ ما تقلقش لسه عايش، بس هو حياة أمك زي ما خرجتك من السجن هرجعك لي تاني. ياسر باشا أنا ماليش في اللعبة القصيرة. الدنيا علمتني إن عصاية العز هوش بيها ما كسرهاش. محدش له مصلحة يخلص مني غيرك. يا باشا أنت حبيبك كتير قوي. تفتكر بقى إني ممكن أصدقك؟ ومين قالك أصلا إن أنا عايزك تصدقني؟ انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي، احنا لسه في اول جوله وانا لسه بقول هادي. الكلام ده قديم قوي يا ياسو. يا اخي انت ما زهقتش؟ ما تدور على المصلحه، اللقمه المام. انا عندي قريه سياحيه بتشتغل حلو قوي وعايز رجل امن من حديد زي كده ومرتب خيالي، وانا يا سيدي هتجاوز عن الاصابه. انا اسف يا اخي، اعمل ايه؟ رجليك ناحيتي. لو ما اتعلمتش من اللي فات اللي جاي هيعلم عليك. وادي شيك اعمل مرشين للعيال. كنت متاكد انك هتعمل جو عزه نفسي منعاني. صدق اللي قال إن الكلب أوفى من البني آدم.
عشان احنا بقينا في زمن الخيانة وجهة نظر. صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكاية اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي. يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافة بينهم 3 متر. اللي عمل الحركة دي خاين رخيص. بس أبوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. إنما عمي بقى رد عليه وقال له إن هو أبوك الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين أيامهم كان إيه؟ غلبان. إنما أيامنا إحنا الخاين هو أقرب واحد منك وأبعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. أنا إذنك يا روكي. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي يا حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر نشرتي، اسمه صابر سيد علي طماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. الوحيد اللي ما ينفعش تديله فرصه تانية، وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجو تكون فاهمني، دي موافقه وزاره الاسكان على ارض الواحات. ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حمله الدعايه ومدينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين ايه حكايه دقنك دي؟ عايزك تخفى شوي. Thank you.
والله ما اقدر يا بت، انا مربيك على دراعي، اجرحك ازاي بس؟ رغم قوه ملاحظتك لما جرحتني ما لاحظتش. انا عمري ما فكرت اخونك، لانك ابويا واخويا وده نوعي احنا لسه ما شفتهوش. زي ما عمري ما هيأس اني اجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله انت ليه دمك حاضن دمي يا ليلى؟ احنا في نعمه، وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبه قوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعباكي. عايزه تعلمني كل حاجه وعكسها. علمتني زمان ان كل حاجه بالفلوس، ودلوقتي جايه تعلمني عكسها. علمتني ان نص فكره ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجه، زي ما علمتني ان انا انسان مش نص. وبرضه جايه تعلمني عكسها، تقول انك مش كامل، مش كامل لاني مش قادر اجيب ولد منك منصور ولا انت. والحل ان احنا نفترق، وده مستحيل. وبعدين الطمع ده، حد يطول بنت بيضه حلوه زي الورده، حتى ورده ويطلب تاني كتير قوي يا ليلى، كتير. صح صح. اصبري معايا يا ليلى، اصبري. كده يا فاروق، انت عندك كل تفاصيل عمليه السرج الاخيره، عايز اشوفه في السجن. خير يا فاروق؟ مالك؟ خبر مش كويس. خير؟ ياسر الظابط هيعمل حلقة في التلفزيون وهيتكلم فيها عنك، والإعلانات مالية الشوارع والنت. أنت غلبان أوي يا فاروق. روح أنت وأنا هتصرف. طيب فهمني بس. يلا يلا. عشان عم نفذ أوامرك. لا أعمل هيك عشان بحبك. بس بس بس، هو الأمر بكده. طيب يا باشا أنا هتصرف. شكرا يا باشا. تفضل 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 فندم. تفضل تفضل. إيه ده؟ في إيه؟ هو مش منصور المنشاوي ده اللي كان عايز الحلقة تذاع عشان صبري يتفضح؟ إيه اللي جد يعني؟ واضح إن البلد دي بقى فيها مليون عمر نشرتي. جيت أحارب تعبان بحاوي. السيد المستشار النائب العام محامي الشعب، بعد التحية، اليوم نحن بصدد قضية غير كل القضايا، هي أعظم وأخبث من غيرها. إنها قضية فساد وإفساد من الدرجة الأولى، قام مرتكبها بتسويق نفسه إلى الرأي العام على أنه الفارس المخلص والبطل المغوار الذي سيدخل برثان الشر فيفنيها من أجل تحقيق أحلام المواطن البسيط في أن يحيا حياة كريمة هادئة. فالتف الجميع حوله وجعلوه تاجا على رؤوسهم، ووافقوا ودعموا وصفقوا له، وأصبح يكبر كل يوم أضعافا مضاعفة، حتى بات يتحكم في أقواتهم ويتملك مشاعرهم وعقولهم، وامتدت يده الآتمة إلى كل موقع مؤثر في هرم السلطة، حتى أصبح له رجالاته وعملاؤه الذين يخدمون طموحاته العفنة. فكل يوم يمر دون مقاومة ذلك السوس الذي ينخر في عماد الوطن، سيكون سبباً في انكسار إرادة أمة وانحنائها أمام رؤوس أموال طاغية جاحدة لا تعرف إلا لغة الأرباح والمكاسب، حتى لو جاءت على جثة هذا الوطن.
عارف ان النائب العام عمل لك ضبط واحضار. انا مش عايزك تقلق خالص، بالنسبه لك دلوقتي جوه امن من بره كتير، لحد ما نشوف هنطلعك ازاي يا صابر.